السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي من جديد في أتولي نانو مع أستاذتكم نانو عالية. إذا حبيباتي اليوم حصريا كما قلنا قاعدين نديرو في الموديل دي كوموند للناس. ألوغ اليوم راح نوري لكم موديل جديد أيضا جميل جدا وأنيق، توجور تصميم وتنفيذ ورشة أو أتولي نانو عالية في تصميم الأزياء. قبل ما نبدو في وصف الموديل وتكلم لي هو القصة تاعو، إذا نتمنى لأول مرة نشوف قناتي انه ينزل يعمل اشتراك فعل جرس كل حتى يصلوا الاشعار بكل ما هو جديد. بالنسبه لحبيباتي متتبعاتي اميريتي حبيباتي الغاليات انهم يدعموا الفيديو بلي لايك ولي بارطاج لو ماكسيموم، يعني بارطاج لو ماكسيموم دو ماكسيموم باش هكا الفيديو ينتشر بسرعه ونقدروا يعني نقدروا نجيبوا لي فيو ونقدروا نكبروا القناه ان شاء الله. بون حبيباتي عندنا موديل جميل جدا 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 وانيق توجور من اتولي نانو. اذا حبيباتي التيسو تاعنا اليوم هو لو بيزو كوتون تاعنا هذا افلوري داكور. بون واش عملنا فيه؟ خيطناه، عملنا فيه دي ديكوب. ونيفو دو لا تاي عندنا ان ديكوب عملناها بلا دونتيل. عندنا لونكولور هي اللي هنا حتكون اون فورم لكن تكون واسعه بشكل هذا، معناها ماشي لي ميزور تاع 20 سنتيمتر نو، هنا ابوبري سي 32 سنتيمتر. عليه كبرناها باش نقدروا نخدموا لها اللقطه تاع لا دونتيل هذه، باسكو كون تخليها في 20 سنتيمتر ودري لها لا دونتيل بالشكل هذا راح تجي مغمومه لونكولور. اذا هنا راح تعبتي منا ب 35 سنتيمتر وتجي في الدومي تاعها وتعملي لا كورب الاولى وبعد تعملي لا كورب الثانيه، يعني راح تخلي هنا ابوبري سي 3 دوا اللي هي 6 سنتيمتر وتجي لا كورب تاعك. بون حبيتي هذه بالنسبه لون كولور. عندنا قصه لي في لوتور دو تاي ايضا عوضناها بلا دونتيل. هنا لا غارنيتور تاعنا عملنا لون كولور تاعنا بلا دونتيل بالشكل الانيق هذا والجميل اللي راهو طوندونس. كون غارنيتور عملنا لي بوتون منهم فيهم غلفت لي بوتون بلا دونتيل بعدا وعملنا بالشكل هذا. بالنسبه لي مونش خدمنا لي مونش تاعهم طوندونس زي درتهم في لورانجي، عملتهم لهم في الغوز باش يخرجوا اسورتي مع لا دونتيل تاعها. اذا لا سينتور ولي مونش ولي بوتون كامل مخدومين بنفس لا دونتيل. خيرت لا كولور هذيا لانها راح تكاسي هذه، كي جي نفركت انا على لا كولور هذه ونلقاها ها هي في لي فلور اتاي، يعني ديما راح تروحي تهزي كولور من لي كولور تاع القنداره باش تكاسي بها لي كولور لا كولور لي كولور تاع القنداره بلو كلير. الوغ انا ارتأيت اني نخير لها لو روز بونبون هذا بلو فونسي عليها بشكل سيلين على روب وتبان فيها الموديل توب. اذا جات ما شاء الله جات توب دو توب. اذا توجور وحصريا من اتولي نانو لي مونش هذوما وعدتكم قلت لكم دوك ندير لكم كور تطبيقي ديريكتومون كيفاه نخيطهم وكيفاه نركبوهم. ايضا انتظروا الدرس هذا راح ندير لكم كور لايف ايضا ديريكتومون طبقوا ونفصلوا ونطبقوا مع بعض. اذا حبيباتي نتمنى انكم تدعموا الفيديو بلي لايك، ابعثوا لي كومونتير، خلوا لي الاسئله تاعكم، قولوا لي استاذه اذا هذا الدرس كان عجبكم قولوا لي استاذه ديري لينا درس تاع لاغوب الغوز بونبون ديروه لنا لايف. اذا هكا باش نتواصلوا مع بعضنا ونعرف انا المتتبعين تاعي واش حابين نهبط ليهم ولا واش حابين انقذهم. اذا حبيباتي كنتم في اتولي نانو مع استاذتكم نانو دائما مع الجديد والحصري. تكا بدلنا اليوم كنا الفيسكوز والفيبرانيوم خرجنا من البيزو كوتون باسكو كاين ناس سورتو اللي يكون عندهم لا تاي فين، يعني لا تاي 36 38 34 كل يحبوا البيزو باش يجيهم ترو سيري او نيفو دو لا تاي داكور كيما الكليانت هذيا. الوغ هنا عملنا لها قصه في لا تاي تاعها باش يبين لها الخصر تاعها فوالا والغندوره طويله الكليانت ما شاء الله. وعملنا لها لي مونش هادو اللي راهم طوندونس الناس كامل تطلب فيهم جو راه يهبلوا في الغاز ما شاء الله. اذا القندوره كامل جات توب دو توب جات تحفه الناس خفت عليها ان شاء الله ندير واحده ليا كمل ساعه خدمه الناس وكذا وكذا ونستيكي امورات ونخرج فاكونس وبعد كي نجي الحلسه. اذا حبيباتي كنتم في اتولي نانو مع شاطتكم نانو، تمنياتي لكم بالتوفيق بكل ما هو جميل. نتمنى انكم قاعدين تستفادوا مني ولو شيء البسيط 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 لاني درك بريسك راني محبسه لي لايف سواء كان في لاباج ولا في اليوتيوب. ان شاء الله راح نرجع ليهم القريب بقريب نكمل فقط الخدمة تاعي ونخرج فاكونس نرتاح شوية ونرجع بقوة. إذا انتظرونا كنتم في أتولي نانو مع أستاذتكم نانو، تمنياتي لكم بالتوفيق. شكرا لكم على الدعم على المحبة على كل ما هو جميل. يعني نتمنى أن نبقوا دائما هكذا على تواصل وعلى محبة وعلى وئام إن شاء الله. وإنما المحبة من عند الله سبحانه وتعالى والعبد يحب ربي يحبب خلقه فيه، لذلك أقول الحمد لله على هذه المحبة تعالى
للمتتبعات تاعي وتاع الزبونات تاعي وتاع صديقاتي ايضا. تمنيت لكم بالتوفيق، كنت في اتولي نان مع شتاتكم نانو علي. شكرا لكم حباتي، الى الملتقى القريب ان شاء الله.